بسم الله الرحمن الرحيم. في يوم الاستقلال لدولة البحرين لبلدي البحرين أشعر بأن من واجبي أن أعبر عن فرحتي بثمرة نضال هذا الشعب في الخمسينات والستينات، ذلك النضال الذي احتج على الوجود الأجنبي والذي رفض أن تسلم سيادة البلاد إلى الآخرين. أفتخر بذلك النضال وبدماء الشهداء التي سقطت في تلك الفترة من أجل تحرير البلاد من الحماية الأجنبية، من الوجود الأجنبي. ولذلك أنا اليوم مع إخوتي هنا نسعى لإحياء تلك الذكرى، ذكرى الانسحاب البريطاني من البحرين في 14 من أغسطس من العام 1971. لا شك أنها عيد وطني، هذا هو العيد الوطني الحقيقي، يوم الاستقلال، يوم انتصار إرادة الشعب على الإرادة الخليفية والإرادة الأجنبية. وأنا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق هذا الشعب في نضاله ومواقفه وصلابته ليتخلص من الاستبداد الخليفي ومن الوجود الأجنبي، من الاحتلال الذي جاء به الخليفيون إلى بلدنا بقرار رسمي من الطاغية الجاثم على صدور أهل البحرين. إنها مناسبة يجب أن نفخر بها جميعا، يجب أن نحييها، ذلك هو العيد الوطني الحقيقي. أما عيد جلوس أحد طغاة آل خليفة في 16 من ديسمبر فلا يعني للمواطنين شيئا. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يكلل نضال هذا الشعب بالنصر، إنه مجيب الدعوات والحمد لله رب العالمين.